تعالوا مع بعض هنبدا الاول بالسبيت المشوي بالخضار. مقاديره على الشاشه، حبايه سبيت حلوه لطيفه كده زي اللي معانا دي كده. معانا تشكيله من الخضار، الجزر والكوسه والفلفل الالوان، والالوان مهمه جدا في ان احنا نهتم بيها، سواء فلفل سواء كوسه سواء جزر، ان احنا نخليه يشارك في اكله السمك. احنا واخدين فكره عن اكله السمك ان هي بريئه من الخضار، بنلاقي الخضار ده مثلا مع فراخ مع لحمه، لا خلونا ازاي نشوف ازاي معانا كوسه معانا جزر معانا فلفل الوان معانا بصل ومعانا سبيت سليم زي ما هو. هنشويه ازاي مع بعض وايه التركايه بتاعه المغازي في عمل السبيت المشوي عشان ما يشدش مننا، وعلشان ما ممكن كمان لما بنيجي نعمل السبيت طاجن فاهيتا بنلاقي الخضار مستوي والسبيت مش مستوي، لما نيجي نعمل طاجن سبيت بالطماطم بنلاقي الطماطم متسبكه ولكن السبيت لسه ما كملش سواه. ايه المشكله هنا يا عم الشيف؟ السبيت دايما والكاليماري الاثنين دولت فيهم انسجه مطاطيه زي اي روح، خلي بالك مش معناته ان هي بيضه كده، لا بالعكس فيها طبعا انسجه وفيها طبعا مسام، فلازم ان احنا نقضي عليها مجرد ان احنا نعمل لها الصدمه الناريه في طاسه على النار من غير اي توابل. هنشوف ازاي نعملها مع بعض دلوقتي، بس خلونا اقطع الكوسه كده بشكل حلو كده. الكوسه اتقطع بالشكل ده كده، المقادير على الشاشه شفناها صورناها زي الفل تمام. وناخد الجزر ده يتقطع بالشكل ده كده، ده الجديد ان انا اخلي الخضار واحنا في ايام الربيع، عندنا الكوسه وعندنا الجزر وعندنا الفلفل الالوان بالشكل ده كده، اقطعه جوليان، هو ده جوليان يعني رفيع بالشكل ده كده عشان ما ياخدش وقت كتير في السوى. ده بالنسبه للجزر، وبالنسبه للكوسه نفس الطريقه ونفس الفلفل الالوان بالشكل ده كده برضو. خلي بالك تتعور ايدك. الطريقه دي الاولاد بيحبوها، ولما بقول بنعمل اكله سمك حلوه او بتعملي وجبه من السمك زي سمك بوري او بولتي لازم تعمليها بالشكل اللي الاولاد بيحبوها. يعني دايما البوري البولتي لما بنعمله مشوي رده مفيش بينه وبين الاولاد انسجام، الا اذا احنا نعمله نخليه، ودايما الاولاد يقول لك يا ماما اخلي لي السمك طلعي لي اللحم من جوه الرده. كلنا واحنا صغيرين كنا كده ونخاف من الحسك اللي هو الشوك. حلو، عشان كده تلاقي الاولاد يحبوا الجمبري، بسيط وسهل، هي القشره بنشيلها وناكله على طول زي الفل. كده انا قطعت شويه جزر وشويه كوسه، لما نجيب الفلفل الالوان ده كده الاحمر والاخضر بالشكل ده كده وتقطيعه حلوه. ولكن خلونا نتكلم عن السي فود عموما لما نيجي نعمله شوربه او ان احنا ندخله في بعض الطواجن اللي بنعملها، يقول لك طاجن ميكس من السي فود، طاجن سمك، الحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها. لازم نختار انواع السمك اللي هي بتنسجم مع بعضيها، لان عالم الاسماك ده في البحر عوائل وقبائل. يعني عندك مثلا القشريات زي الجمبري زي الاستاكوزا زي الكابوريا زي بلح البحر والجندفلي، اي حاجه فيها قشريات هو اسمه عالم القشريات. الرخويات اللي هو السبيت زي اللي معانا النهارده، والكاليماري والاخطبوط. طبعا الاخطبوط ده يعني بيبقاش دايما متواجد عند السماكين، ودول طبعا مع بعض لازم لما نعمل تشكيله السي فود بنجيب السمك الفيليه زي اللي معانا ده كده، او فيليه بولتي او فيليه مثلا قشر بياض. الخضار ده زي الفل، انا حبيت اقطعه بس في البدايه كده عشان نشوف ازاي التقطيعه اللي بتتم مع السبيت. هنجيب حبايه سبيت حلوه زي دي كده هنتبلها. اللهم صل على النبي. جريلا بتسخن على النار، وناخد حبايه السبيت الحلوه دي معانا اهيت زي الفل بالشكل ده كده. نبص عليها، السبيت في السوق انواع، البعض بيبقى فيه الحبر بتاعه والبعض بيبقى نضيف زي ده كده، بنشيل العين اللي هي السوداء اللي من هنا، وحبايه السبيت تبقى نضيفه معانا بالشكل ده كده اللي حضراتكم شايفينه. وانا عاجبني شكلها، نعم يا غالي اهي زي الفل. بخليها هنا كده، اجيبها بالسكينه كده واقطعها كده بشكل حلو عشان الشكل الحلو ده يبان حلو اهو. واجي هنا نفس القصه زي الفل، كل اللي انا احط عليه توابل ناشفه
توابل من ايه يا عم الشيف؟ شويه ملح، شويه فلفل، شويه زعتر، شويه زيت. اوعى تحط خضار اهو. بابريكا دي على حبايه السبيط اهو بالشكل ده كده، فلفل اسود، الملح بتاعنا، ما حطيتش لا توم ولا بصل ولا فلفل، حطيت توابل بس، توابل مطحونه عاديه، واحط شويه زيت. واخلطهم كده مع حبات السبيط من تحت لفوق. وعند الجريلا شديدة الحرارة بحط كمان فيها معلقتين زيت، أتأكد إن هي سخنة. سبيط كاليماري رخويات بيحتاج مننا جريلا سخنة. لازم الصدمة النارية للجريلا علشان تستوي بسرعة. بناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف أهي. اللهم صل على النبي، ونحطها هنا. زي ما هي كده أهي. حلوة أوي أه. وننزل بالصوص ده كده عليها. الخضار بتاعنا، ركزوا أنا شغال إزاي. أخد الخضار، خط سير العمل بالشكل، وأنزل بيه هنا كده أهو. إخوانا أساتذة المصورين حبايبي، فرسان التلفزيون المصري، مخرجنا الجميل أهو. خضار مكان تتبيلة الكلمات السبيط أهو بالشكل ده كده. حطيته في قلب الكاسرولة، مش اختراع، نفس الكاسرولة وكل حاجة جنب بعضيها. اللهم صل على النبي. اقلب كل ده مع بعضه تاني اهو، مكان ما كنت بتبل حبايه السبيط اهو. الخضار معانا اهو زي الفل. حلو قوي. اجهز صينيه ادخلها الفرن دلوقتي. مهم جدا صينيه تكون حلوه زي دي كده. اللهم صل على النبي. ونحط فيها الخضار ده كده. شفت الجو ده كده اهو. يبقى انا عملت انسجام ما بين تشكيله من الخضار اولادك بيحبوها، وما بين حبايه سبيط حلوه بالشكل ده كده. عندي بصل، ناخد البصل ده كمان في قلبيها. ايه الصدمه الناريه هنا؟ حبايه السبيط حطيتها على النار من غير اي خضار، من غير اي بصل، من غير اي توم، خدت الصدمه الناريه. شفت الشكل بتاعها اتغير ازاي؟ علشان الأنسجة بتاعتها المطاطية تتقطع. حلو الكلام؟ اه. تجي لها صدمة على طول. اه. البصل ده زي ما هو كده هناخده مع الفلفل الحار ده كده. الاهتمام بوجود خضار كثيف بألوانه الحلوة في أطباق السمك مهم. مدرسة طهوية مختلفة. اه. واستفيد بالخضار ده كده. اه. حلوة قوي. اخد الخضار والفرشه الحلوه دي كده. حبايه السبيط اخبارها ايه؟ زي ما هي. نبص عليها بشوكتين كده نقلبها. اه تعالي يا حلوه. الله ايه الحلاوه دي. كل اللي هنعمله كده بالسكينه. اللهم صل على النبي. اه شفت الجو ده كده. شفت ازاي القطعه ازاي؟ اهي شفت اهي استوت ولا ما استوتش؟ اهي اهي ما خدتش ثواني اهو. اهي طبعا من اللون الحلو. مجرد ما انا اضرب السكينه فيها زي البطيخه المستويه. البطيخه لما بتجيبها من عند الراجل بتاع الخضار، اول ما بتضرب فيها السكينه مستويه بتلاقيها فتحت قدام عينيك على طول، ما بتتحملش السكينه. اهو السبيط اهو. ملاحظين حاجه؟ اهو بالشكل ده كده زي الفل. هعمل ايه يا عم الشيف؟ هشيلها كده واحطها على الخضار مع البهريز اللي نزل منها في قلب الطاسه. كده انا بشوي سبيط بطريقه جديده. اه واروق الدنيا كده. شفتوا كده انا عملت التركايه دي مهمه كده، مش عارف شفتوها حضراتكم مع بعض. هاخد الصينيه دي كده زي ما هي باللي فيها والخير اللي فيها والتركايه اللي فيها والخبره الطهويه اللي فيها، ان حبيت السبيط استوت. الطايم دلوقتي ونسبه الطايم ما بين الخضار اللي في قلب الصينيه مع السبيط اللي خد صدمه ناريه، هندخلها الفرن يا عم الشيف دقائق معدوده بالظبط 20 دقيقه. هتلاقي الخضار ده خد لون واستوى مع حبات السبيط بتاعه لحضراتكم، وهنشوف الكلام ده ان شاء الله بعد ما تطلع من الفرن. هندخلها الفرن. اه اللهم صل على النبي. بص عليها النظره الاخيره كده. فرسان التلفزيون المصري، ايه الحلاوه والجمال ده؟ البحر بيتكلم مصري في الفرن. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، ولكن خلونا على ما نطلع السمك الفيليه من قلب الزيت نشوف مع بعض اخبار الكاليماري او اخبار السبيط المشوي فين، وده مهم جدا.
خلونا نطلعها مع بعض كده من الفرن. اخبارها ايه؟ يا مدام منى ازيك؟ مدام منى هترجع لنا تاني مدام منى. يا اخبار السمك؟ اوبا كاليماري استوى استوى وبيناديني، اللهم صل على النبي. هو ده، هنخليه هنا كده علشان لينا برضو طريقه في التقديم. خلي بالكم الموضوع ما اقتصرش على ان هو الفرن وبس، لا لسه دلوقتي هنشوف هنعمل فيه ايه. ايه الاخبار؟ هو ده بسم الله الرحمن الرحيم. بس خلاص كالعاده ونحط شويه خضره تحت السمك المقلي كده. انا بحب دايما نعناع اخضر، بقدونس، الحاجات اللطيفه الحلوه دي كده، وجو الخضار ده بيدي جو من السعاده والبهجه. نعمل لك فقره تشتري صح. عملت ايه يا شيف؟ احنا بنقول المطبخ رؤيه وفن وابداع، الكلام ده مش من فراغ، دي خبره السنين. جيب لي الحاجات الحلوه دي يا فاروق، الله ربنا يكرمك وتزور النبي يا راجل يا طيب، ابوس ايدك. شايفين الخلطه الحلوه دي كده اهي في قلب كده؟ انا عايزهم كده. هنزل عليهم بزبده بشويه نشا صغيرين، واعمل قوام جميل جدا من الصوص ده كده ينزل على وش الخضار مع السبيط، علشان لما اجي اكل يبقى فيه تثبيته حلوه كده من الخضار. الخضار ده ينزل هنا كده. ادي الخضار. الله، ده انا هاكل الخضار واسيب السبيط للضيوف. حلو قوي. شفت الشكل الحلو ده كده؟ سبيط مشوي على طريقه المغازي. حلو قوي. تمام. هناخد السبيط اللي معانا ده كده بسكينه حلوه. اللهم صل على النبي، ونبدا ان احنا نحمر نقطعه بالسكينه. انا اسف. لا جيب السكينه بقى وجيب التفاصيل، وانا معايا فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين نشوف الايه السبيط بيتقطع ازاي مع السكينه. والله العظيم ما بدوس عليها، هي السكينه تقلها ماشيه على السبيطه بتستوي. هي ماشيه لوحدها. شايفين؟ يمكن لو بقطع بطاطس هاخد مجهود اكتر. شفت؟ حلو قوي. ونيجي عند الراس الحلوه دي كده. يا ويلي يا ويلي. ده حطها زي ما هي كده، انا عايزها كده بشكلها حلو. ناخد السبيط الحلو ده كده. يا ولا معايا انت حبيبي حبيب والديك؟ انا حطيت الصوص اللي نزل من المشوي، الصوص اللي نزل من المشوي، الشوربه اللي نزلت من الخضار مع السبيط، حطيته في قلب الطاسه، وحطيت مكعبين من الزبده. حلو الكلام. وهحط على الزبده والصوص ده شويه كرفس حلوين كده. حلو الكلام. وعندي معلقتين من النشا بحط عليهم شويه ميه صغيرين، واقلبهم كده، واعمل شويه صوص لطاف واخدين طعم الايه المشوي. يلا هو ده. خلص الكلام. شايف القوام ده كده؟ هو ده. اللهم صل على النبي. وناخد معلقتين حلوين كده من المايونيز ده كده. ده على فين يا شيف؟ نصلي على الحبيب قلبك يطيب. على فين؟ هو ده. على فين؟ يلا الأساتذة المصورين حبايبي، فرسان التلفزيون المصري هنا. ايه الجمال والحلاوه دي يا شيف؟ ايه ده؟ ايه الدلع ده؟ سبيت مشوي وحقوق الطبع لدينا وبس. الف هنا وشفا للي ياكل.